إحدى نتائج الحوار الاستراتيجي والذي جرى جولته الأخيرة في واشنطن، تمكنت الحكومة العراقية من استرداد 17,320 قطعة أثرية هربت من العراق إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تكن وحدها من هربت لها الآثار، فكان الاسترداد أيضا من إيطاليا وهولندا واليابان. سلمت وزارة الخارجية العراقية هذا اليوم 17,321 قطعة أثرية استردت من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كنا قد أعلنا عن أعدادها في وقت سبق متزامنا مع جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة التي عقدت في الولايات المتحدة الأمريكية. تضاف لها 9 قطع أثرية من اليابان و7 قطع أثرية أخرى من هولندا وقطعة واحدة من إيطاليا. يعود العمر الزمني لمجموع هذه القطع ما بين 3,700 عام إلى 4,500 عام، وهناك مسار بات واضحا جدا للدبلوماسية الثقافية تكرس له وزارة الخارجية العراقية. العمل دائم ودائب ومستمر، ومن خلال موظفين أكفاء بالدائرة القانونية بمركز الوزارة، وبالتحديد سفارة جمهورية العراق في واشنطن ومجموع سفارة جمهورية العراق في الخارج، على استعادة ما تبقى من الآثار والإرشيف والوثائق العراقية في الخارج. أهمية بالغة تكمن في الإرث الحضاري العريق التي تحمله هذه القطع الأثرية التي يعود عمرها لأكثر من 3,000 عام، دخلت بعد الاسترداد لمراحل التدقيق والدراسة لتضاف بعدها إلى المتحف العراقي. تم تسليمها إلى وزارة الثقافة لتأخذ طريقها إلى دارة المتاحف العامة لإجراء الأمور المهمة عليها كجردها والتأكد من عدم تلفها، لنجري عليها بعض الأعمال كالصيانة والترميم، ثم بعد ذلك ستأخذ طريقها إلى قاعة العرض أو لغرض دراستها. معنويا خطوة تعني للعراق الكثير، واقتصاديا هي إحدى أهم ركائز جذب السائحين الأجانب، فعلى أثرها سيفتتح المتحف العراقي بتوجيه من رئيس الوزراء وسط العاصمة، ليكون قبلة للباحثين والسائحين التواقين لرؤية حضارة بلادي ما بين النهرين. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.